طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول قال لي the magnitude of a vector b مقدار المتجه b is equal to 5، متجه اسمه b ومقداره يساوي 5 وحدات، and it's directed 60 degree with negative x axis. المطلوب أوجد لي the component of vector b، يعني يبغى ال bx ويبغى إيش ال b y. طيب انت لازم تحدد ولازم ترسم المتجه ده وتعرف في اي اتجاه وفي اي ربع عشان ديش تجيب المركبات تبعه. تعال رسم كده رسمتك زي ما تعلمنا، قلنا هذا اكس بوزيتيف وهذا اكس نيجاتيف وهذه واي بوزيتيف وهذه واي نيجاتيف. اوكي طيب اول حاجة نجي نشوف الزاوية. الزاوية معطيني إياها موجبة، إذن أنا حركتي حتكون عكس عقارب الساعة هكذا زي كذا. أوكي طيب النقطة اللي بعدها إيش قال لي؟ نيجاتيف إكس أكسس، قلت لك اتجاه الربع الأول. الآن الإكس متى يكون سالب؟ في الربع الثاني والثالث. طيب إيش اللي واجهك أول، الربع الثاني ولا الثالث؟ اللي واجهني الربع الثاني، فخلاص هنا حرسم الفيكتور تبعي. باقي تحديد للزاوية، الزاوية حتكون مع X ولا مع Y؟ إذا كده مع X، إذا كده مع Y. قال لي هي directed with negative X axis، يعني مع محور X. تمام؟ فين X؟ هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا؟ هنا. كم الزاوية؟ 60. أوكي؟ طيب الآن أنا أعرف إن في الربع الثاني الـ X تطلع سالبة والواي تكون ايش؟ موجبة. يلا فين المقدار المتجه؟ 5 اكس. لما نجي يكتب 5 لما نجي يكتب الاكس فاقول سالب 5، ولا معاه الزاوية ياخذ كوساين. الان الزاوية مع محور اكس ولا محور واي؟ مع محور اكس، فاقول الاكس ما اخذ كوساين، سالب 5 كوساين كم؟ 60. والثانية الواي في الربع الثاني تكون موجبة، فأقول 5 وما أقول سالب 5، أقول 5. الإكس أخذت كوساين، الواي تأخذ ساين 60. بالآية الحاسبة حيطلع الجواب عندنا سالب 5، وهو سالب 5 كوساين 60. طلعت الإكس صحيحة سالبة، سالب 2.5. أما الواي 5 ساين 60، طلعت الواي بأربعة 4.33. هذا أول سؤال في الكويز. السؤال الثاني which of the following is a unit vector، يقول لي أي من الخيارات التالية أو أي من هذه المتجهات يعتبر متجه وحدة. تمام، هذه كلها متجهات مكتوبة على شكل vector notation، unit notation، على شكل على اتجاه على اتجاهات I و J و K. أوكي طيب متى أقول عن هذا المتجه أنه متجه وحدة؟ إذا أخذت شوف يقال عن المتجه أنه متجه unit vector إذا كان قيمته تمام تساوي 1، الماجنيتيود تبعه. طيب كيف كنا نجيب الماجنيتيود؟ نقول نجيب الجذر التربيعي لكل متجه، الجذر التربيعي الأول تربيع زائدا الثاني تربيع. هنا هذا في اتجاه الاي كم؟ 1، لأنه مكتوب أي حاجة قبله 1 زائدا. في اتجاه الجي برضو 1 لأنه مكتوب أي حاجة شيء. هنا يعطيني كم؟ لما نقول 1 تربيع زائدا 1 تربيع يعطيني جذر 2، لازم يطلع الجواب 1 عشان اقول انه هو يونت فيكتور. هنا هذا لا، الاختيار الاول استبعده. طيب اخذ الماجنيتيود ل ال في الجذر التربيعي قوسين تربيع تربيع، اجيب الماجنيتيود هنا على اي 1 وعلى جي سالب 1، برضو حيطلع جذر 2 ما ينفع. طيب اروح في الخيار اللي بعده اقول اخذ الجذر التربيعي له عشان اشوف هل يطلع لي بواحد ولا نص تربيع زائدا نص تربيع. لما تيجي تجرب بالآلة الحاسبة هو شوف نص تربيع زائدا، خلينا نكتبها زي ما هي، نص تربيع زائدا نص تربيع، حيطلع جذر 2 على 2 برضو ما طلع لي ايش
واحد فأكنسله. إذن ولا واحدة من هذه الاختيارات US يمثل يونت فيكتور، فالجواب دي نن. لو أنا مثلا جيت وجاتنا جانا خيار وحطيت القيمة الأولى تحت الجذر التربيع والثانية تحت الجذر التربيع جمعتهم طلع الجواب واحد، هنا أقول يوه هذا الاختيار صحيح. أوكي طيب، سؤال ثلاثة قال لي displacement فيكتور متجه لزاحة سماه ورمز له برمز S، هذا ماجنيتيود اوف 7 كيلومتر قيمته 7 كيلومتر and point direction 30 degree counter clockwise for positive y axis. تمام ايش قال لي؟ قال لي انه هذا متجه لزاحة قيمته 7 واتجاهه 30 درجة counter clockwise يعني عكس عقارب الساعة بيش مع اتجاه محور y الموجب. تعال اول شيء ارسم، لازم ترسم عشان تعرف انت ايش ماشي كيف انت فاهم السؤال ولا لا. هذا x قلنا الموجب، وهذا x السالب، وهذه y الموجبة، وهذه y السالبة. اوكي تعال ارسم الفيكتور. يلا اول شيء الزاوية هذه 30 موجبة، يعني حامشي كده ابدأ من هنا امشي كده مع عكس عقارب الساعة. النقطة الثانية ايش قال لي؟ كاونتر كلوكواز خلاص اتفقنا انها عكس عقارب الساعة. كم قال لي؟ 30 درجة. اوكي بوزيتيف واي اكسس، فين محور واي الموجب؟ قلت لك لا 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 تطالع في الربع الاول، الواي متى تكون موجبه؟ في الربع الاول والربع الثاني، لكن لا تطالع في الربع الاول مره، ما عندي الا هذا الربع اللي فيه الواي الان موجبه بعد ما كنسلنا الربع الاول. اذا المتجه حيكون هنا. طيب باقي الزاويه، الزاويه 30 مع واي ومع اكس، هو ايش قال لي؟ النقطه الزاويه مع شوف فور بوزيتيف واي اكسس، دم واي يعني مع محور واي، لاصقه مع محور واي كم؟ 30 درجه. خلاص تعال جيب الكومبوننت تبعك اس اكس اس واي، قلنا اللي معاه الزاويه ياخذ كوساين، يعني الواي تاخذ كوساين تمام. في الربع الثاني الاكس سالب، يعني حيكون سالب 7 ساين كم؟ 30. وفي الربع الثاني الواي موجب، فاقول 7 كوساين 30. بالآلة الحاسبة طب نجي اطلع القيمة، سالب 7 ساين 30 حيطلع عندي سالب 3.5، هنا سالب 3.5، في الثانية 7 كوساين 30 حيطلع قيمته 6.06. اوكي السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده جاء قال لي سؤال نظري، قال لي شخص يمشي 1 كيلومتر في اتجاه الشمال نورث يعني الشمال، وبرضه مشي 1 كيلومتر في اتجاه الجنوب، يعني كأنه مشي خطوة لعلى خطوة لأسفل. لو أجي مثلا أجي أوضحها على شكل رسم، أوكي نقول هذا مثلا محور نقطة الأصل صفر، هذا واحد، أوكي هذا الشمال حيكون نورث والجنوب حيكون إيش؟ ساوث. أوكي طيب لاحظ اللحظة التالية الآن، هو إيش قال لي؟ الشخص نعتبر إنه هو واقف هنا لأنه ما ذكر، خلاص أعتبر إنه ما واقف نقطة الأصل. قال لي مشي واحد لأعلى لنورث تمام، بعدين ذين يعني كأنه توقف بمعنى آخر، يعني كان رحلة ثانية، بعدين رجع ومشي 1 كيلو للجنوب، يعني نزل كمان في اتجاه الجنوب 1 كيلو. جيب لي بعدين قال لي إيش الجملة الصحيحة اللي هنا؟ الجملة الصحيحة اللي كانت موجودة هنا إنه إزاحة الإزاحة هنا تساوي صفر. ليه؟ لو نسمي مثلا هذه الرحلة الطلعة الفوق نقول مثلا تريب 1 رحلة أولى مثلا، أوكي؟ ونسمي مثلا النزلة هذه تبعه نسميها تريب 2 مثلا الرحلة الثانية. وقال لي حنعرف الديسبليسمنت عندنا الدلتا اكس تساوي اكس 2 ناقص اكس 1. طيب لو كان عندي مثلا رحلتين اجمعهم بإشاراتهم صح؟ فيكون عندي هو مشي واحد لأعلى بعدين نزل لأسفل، اعتبر انه محور الواي اللي فوق هذا موجب مشي موجب، والنزول هذا المحور واي السالب، فهنا كان واحد بالموجب
بعد نزل صار ناقص واحد يساوي صفر. إذن الجواب صحيح إنه الإزاحة عنده هنا بصفر، كانت equal to zero، الإزاحة تساوي صفر. أوكي طيب ممكن تحلها بطريقة ثانية، ممكن مثلا تسميها هذه هنا التريب الأول، النقطة هذه هنا x1 والنقطة هذه x2، والتريب الثاني بدايته كانت هنا x1 وهذه x2. طيب تجيب الإزاحة الأولى حتكون واحد هنا ناقص صفر يعطيك واحد، الإزاحة الثانية صفر ناقص واحد لأنه النهاية ناقص البداية يعطيك سالب واحد، بعدين نجمعهم جمع اتجاهي يطلع لك صفر. أوكي طيب السؤال الأخير أعطاني تو فيكتور البي 4 في اتجاه الاكس ناقص جذر 3 في اتجاه الواي، وفيكتور اي 1 في اتجاه الاكس وجذر 3 على 2 في اتجاه الواي. وقال لي اعطاني فيكتور سي وهذه معادلته تساوي متجه الاي ناقص النص متجه البي. المطلوب جيب المقدار واتجاه الفيكتور سي الناتج من هذه المعادله. طيب اول حاجه تعال نجيب الفيكتور سي، قال لي اي نشيل الاي نحط مكانه فيكتور اي، نقول السي تساوي x زائدا جذر 3 على 2 في اتجاه الواي. حلوين ناقص ناقص القانون افتح قوس نص اضربها في الفيكتور بي، يعني اضربها في 4 في اتجاه الاكس ناقص جذر 3 في اتجاه ايش الواي. الآن نبسط بشكل عادي جدا، هذا ينزل زي ما هو، نقول x زائدا جذر 3 على 2 في اتجاه الواي، السالب هذا ينضرب في كل القوس، سالب نص تمام في 4 يعطيني كم؟ ما اضرب النص في 4 يعطيني 2 سالب، يعني يعطيني سالب 2 في اتجاه الاكس، لما اضرب السالب نص سالب نص في سالب يعطيني موجب جذر 3، لما اضرب جذر 3 يعطيني الجواب 0.86 في اتجاه الواي. الان اقول السي ايش تساوي، اجمع الشبيه اجمع الاكس هذا طبعا سي، اجمع اكس 1 مع ناقص 2، 1 ناقص 2 يعطيني ايش سالب ايش 1 اكس في اتجاه الاكس يعني. بعدين اجمع جذر 3 على 2 زائد 0.86 يعطى لي الجواب تقريبا زائدا 1.73 في اتجاه الواي. الآن لو تلاحظ انه هذا على محور اكس سالب وهذا على محور واي موجب، يعني في ربع لما نجي ارسم الارباع عندي متى الاكس تكون سالبة والواي موجبة في الربع الثاني، هنا الاكس سالب والواي موجب تمام، وهنا كلهم موجبين الاكس موجب والواي موجب، وفي الربع الثالث الاكس سالب والواي سالبين كلهم، هنا x موجب والواي سالب، وفي الربع الاول قلنا لو بنجيب الزاويه الدايركشن ما نضيف اي حاجه، هنا تزود ايش في الربع الثاني تزود 180، في الربع هذا تزود برضه ايش 180. اوكي في الربع الرابع تزود كم 360. طيب الان نجيب الماجنيتيود الجذر التربيعي، الاول تربيعي زائد الثاني تربيعي، تاخذ هنا معامل الاكس سالب واحد تربيع زائدا خذ معامل الواي زائدا 1.73 تربيع، حيطلع الجواب تقريبا يساوي 2 مع التقليب. طيب باقي الزاوية، الزاوية الدايركشن ثيتا تساوي تان انفرس واي على اكس، فين الواي هذه 1.73 على اكس اللي هي تاخذهم بشرطهم سالب واحد، لما تيجي تعوض تحط لك الزاوية بالسالب 59 وانت لازم تصححها، هي في الربع الثاني كيف في الربع الثاني لانه الاكس بالسالب والواي بالموجب، فتزود قلنا على طول تزود 180 يعني قول 60 زائد 180 حيطلع الجواب تقريبا 120 درجة. هذا هو حل الكويز.